السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفه خاصه بتقصف الشعر، خاصه بالشعر الجاف. البنات اللي عندهم شعرهم كيرلي بوكلي وعندهم شعرهم ناشف، زغبه ناشفه، اللي عندها تقصف حاد في الشعر ديالها، استدير زغبه كتحسي بها ناشفه وبحال مقطعه، و سورتو اللي بحال دابا كتخرجي ملي كيكون مدا ولا كتكون الضباب الشعر كيتكهرب. هاد الوصفه هادي خاصه لهاد العينه ديال الشعر. دونك ندوزو نيشان المقادير. غادي نحتاجو صفر بيضه، غادي نحتاجو زبدة شيا أو لا بيغ دو كاريتي، أو غنحتاجو زيت ديال الخروع. غادي نضيف أنايا قطرات من زيت أساسي ديال يلانغلانغ اللي ما كنتخلاش عليه. تقدروا تزيدوا زيت اساسي ديال بامبلوموس باش كيساعد في انبات الشعر، زيت اساسي ديال الازير، زيت اساسي ديال الزعتر. كاين بزاف ديال الزيوت الاساسيه اللي كتعاون بحال دابا كتزيدوهم في هاد لي غوسيت، كتعاون في تساقط الشعر، كتحفز البصيلات ديال الشعر انها تنبت شعر جديد. كاين بزاف ديال الزيوت الاساسيه، حاولوا انكم تقلبوا وتلقاو الزيوت الاساسيه اللي نتوماياه كترتاحوا ليهم. كاين حتى الزيت الاساسي ديال مونت بوفري، كاين الزيت الاساسي ديال شجره الشاي، حتى هي ممتازه بزاف. دونك نزيدو ندوزو نيشان لتحضير الوصفه. غادي ندير هاد صفر بيضه، نزيد عليها جوج معالق ديال زيت الخروع سميناه، وغنزيد زبدة الشيا. ونطرب بحالة ندير في المايونيز. هذا هو الماسك. دابا غادي نزيد القطرات ديال الزيت الاساسي. هذا هو الماسك. دونك طريقة الاستعمال هو تتفزقوا شعركم وتديروه شعرة بشعرة، حاولوا انكم تخدموا شعرة بشعرة، يعني ماش باغ ماش. كتخليه واحد تقريبا 20 مينوت، نص ساعة او 45 دقيقة سي لو ماكسيموم، اقصى حاجة 45 دقيقة. وكتغسلوه ان شامبوان يكون دو، اولا تغسلوه غير بالماء دافي اولا بشي ابري شامبوان. شوفوا نتوما اللي بغيتو. هاد الماسك هذا تيعطي لو فوليوم تي والشعره كيرخيها، وبيسكو ان حنا دايرين فيه زيت الخروع ودايرين فيه هاد الويل اسانسييل هذا، الا وكتحفزي البصيلات على انهم ينبتوا الشعر يطلعوا شعر جديد. او ميم طون كتغدي الزغبه، يعني الزغبه ملي ما كتبقاش تنفخ وتشوك الا كانت شتا او الا كان ندى او الا كانت الضبابة. وهذاك هاد الماسك هذا تيخلي ان الزغبه كتكون مرطبه، ايدغاتي او ميم طون كي بحال هكا الشعر كتكون
بحال قلتي هاد الماسك غداء اللي الزغبة ديال الشعر. هذا هو الماسك ديال اليوم. كدار تقريبا مرة في الشهر او لا مرة في 20 يوم. ما نقدروش نديروه كل سيمانة او لا كل 15 يوم، حيت غادي تيدم لينا الزغبة ديال الشعر وهادوك لي زيكاي غادي تسدو وغادي يولي شعرنا زيت وناعس، ما غاديش يعطينا لو فوليوم لي باغي. دونك هذا هو الماسك ديالنا. الى عندكم شي تساؤلات خليهم ليا في لي كومونتير. السلام عليكم وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.